وقل رب زدني علما. يقول هذا الأخ يقول أحسن الله إليك، أيهما أفضل، دراسة المذهب أم القول الراجح؟ وش هو القول الراجح؟ ما هو القول الراجح؟ هذه يا إخوان من الغلط في أخذ العلم. القول الراجح هو الاختيار الذي ينتهي إليه مجتهد مقيد أو مطلق، هذا القول الراجح، هو الاجتهاد الذي ينتهي إليه قول مجتهد مقيد أو مطلق، فهو قول مجتهد مقيد في مسألة أو عنده قدرة على الاجتهاد كله، فهو راجح بالنسبة إليه. فأنت إذا أردت الآن أن تدرس الفقه بالراجح، هل الراجح تقصد ما هو الراجح عند الشيخ عبد العزيز بن باز، أو الراجح عند الشيخ محمد بن عثيمين، أو الراجح عند الشيخ صالح الفوزان، أو غيرهم ممن درس الفقه في قطرنا في هذه السنوات الأخيرة وله في ذلك اختيارات؟ فالراجح شيء مقيد بالنسبة لمجتهد، ولا يمكن أن تدرس الفقه على هذا النحو، فاجتهاد فلان يختلف عن اجتهاد فلان يختلف عن اجتهاد فلان، هذا شيء. والشيء الآخر، من ذا الذي عنده مكنة في الاجتهاد في الفقه؟ فإن الاجتهاد في الفقه ليس هو أن تبحث المسألة ثم تقول والراجح كذا وهو قول أبي العباس بن تيمية، فإن الراجح عند المتأخرين عامتهم هو قول أبي العباس بن تيمية، فصار هذا هو الراجح عند الناس، فيكون هذا راجحا بالنسبة لأبي العباس بن تيمية. أما أنت أيها الناقل لاختيار أبي العباس بن تيمية فإنك مقلد ولست مجتهدا. والدليل أنك إذا أوردت عليه ما يقع من الإرادات التي تعرف في علم الخلاف بإبطال دليله أو إبطال وجه استدلاله، لا تجد له مكنة في المناقشة في ذلك، فهو مقلد لاجتهاد أبي العباس بن تيمية، وهذا هو الغالب في اجتهادات المتأخرين. فحينئذ يكون القول الراجح الذي تدرسه في كلية الشريعة عند ثمانية، كل يقول الراجح فلان هذا كذا والراجح كذا والراجح كذا، وفي الحقيقة مآله إلى اختيارات أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فحينئذ أين هذا الفقه؟ إذن لا يقابل هذا إلا أن تدرس اختيارات أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، واختيارات أبي العباس بن تيمية الحفيد لا تشمل الفقه كله، فإنها لم تحفظ لنا، وهو رحمه الله تعالى في كتبه الموجودة في أيدينا له قول في مسألة وله قول في المسألة قول آخر، لأن بعضها قديم التصنيف كشرح العمدة وبعضها متأخر، ولذلك يعول على تلاميذه ولا سيما ابن مفلح في معرفة اختياره. فاختيار ابن مفلح فاختيار ابن تيمية الذي استقر عليه في مسألة إذا وجدت فيه اختلافا مرده إلى ما قرره تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع أو في كتاب الآداب الشرعية، وقد كان ابن القيم رحمه الله تعالى يرجع إليه في معرفة اختيار أبي العباس بن تيمية في مسائل الأحكام والفقه رحمهم الله تعالى جميعا. فحينئذ القول الراجح متوهم لا وجود له، والمذاهب المتبوعة موجودة مستقرة منذ مئات السنين، فمن أراد أن يقرأ الفقه فلا بد أن يقرأه بدراسة في مذهب من المذاهب المتبوعة، ودراسته على مذهب من المذاهب المتبوعة المقصود بها الاستعانة على تصور مسائله، كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، فإنه ذكر هذا المعنى وبين أن دراسة الفقه في كتب الفروع المراد بها الاستعانة على تصور المسائل، فأنت تتصور المسائل شيئا فشيئا، والفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوا الفقه على التدريج، فألفوا مختصرات وجيزة ثم ما هو فوقها ثم ما هو فوقها ثم ما هو فوقها، حتى يتمكن الإنسان من تصور المسائل، سواء كان عند الحنابلة أو عند الشافعية أو عند المالكية أو عند الحنفية، فإنه لا ينفك مذهب من هذا التدريج، فعندما تأخذه مدرجا تتصور المسائل شيئا فشيئا.
ثم ترتقي بعد ذلك إلى استيفاء مسائل أكثر من المبادئ، ثم تستوعب الفقه كله، ثم تعرف دليل المذهب، ثم تعرف أقوال المذاهب الأربعة، ثم إن كان لشيخك المفقه لك نظر في الفقه فحينئذ أنت تقرأ على مرجح. وأما أن يأتي فيقول لك الراجح كذا وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد فهذا مقلد وليس له اجتهاد، لأن الاجتهاد يقتضي أن يكون عنده علم بالأدلة التي علق بها هذا الاختيار وقدرة على الإجابة عليها. ولذلك إذا قلت لكم مثلا يذكر عند المتأخرين عند قول الحنابلة ويستحب له نتر ذكره ثلاثا، قالوا وهو بدعة كما ذكره ابن العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان، هذا الراجح صح؟ تعرفون هذا أنتم، تعرفون هذا. لكن إذا جئنا إلى النتر ونجد أئمة كبار كالشافعي يذكره ويقولون إن النتر، حاصل كلامهم النتر له معنيان، أحدهما ما لا يمكن الاستبراء إلا به، وهو أن يحرك ذكره بدفع البول فيه حتى يخرج منه البول ولا يبقى منه شيء في ذكره، وهذا قدر متفق عليه إجماعا ولا يمكن القول بأنه بدعة، لأن الاستبراء المأمور به شرعا لا يقع إلا به. والثاني قدر زائد عن ذلك وهو استعمال آلة اليد فيه. فالفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا النتر مطلقا ثم خصصه المتأخرون بإرادة النتر باليد، وهذا ليس كل معناه بل هو بعض معناه. وحينئذ فالراجح أن النتر الذي يرجع إلى أصل الاستبراء مأمور به بل هو واجب، وأما النتر الذي يكون باستعمال آلة اليد فهو الذي يأتي عليه كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقس على هذا في مسائل عدة سواء عند الحنابلة أو عند غيرهم. ولذلك إذا أردت أن تستفيد في قراءة الفقه فالزم قراءته على تدريج مرتب في مذهب من المذاهب المعتمدة، ولا أقول لك إلزم قول المذهب بل أقول لك إلزم قراءته كذلك. فإن كان لك اختيار أو شيخك له اختيار أو ترى أن قلبك يميل إلى ما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد فتقلده بذلك فهذا شأنك، لكن تصورك للمسائل لا يمكن إلا أن يكون على هذا النحو. وأما طلب الفقه على وجه الفوضى فهذا لا ينفع، ويخرج لنا أناسا لا يتصورون الفقه كما ينبغي. وقد رأيت لأحدهم مقالة في عدة ورقات مذكرة اجتزأ فيها كلاما لأبي العباس بن تيمية خرج به هذا الرجل بإباحة الغناء وجواز سماعه من النساء وإلى آخر قائمة طويلة، لأنه لا يفهم حقيقة كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد فيها ولم يفهم الفقه حقيقة. فهؤلاء يأتون وليس لهم تصور في الفقه ثم يريدون أن يفهموا كلام الفقهاء المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، ومن هنا دخل الخلل على المسلمين بأخرة، فصارت الأقوال الضعيفة في المذاهب دينا، والفقهاء مجمعون على حرمة الإفتاء بالضعيف وأنه لا يجوز الإفتاء بالضعيف، وإنما ذكروا الإفتاء بالمرجوح، والمرجوح له وجه قوة لكنه مرجوح، وأما الضعيف وهو ما كان متوهما لا حقيقة له فإنه لا يجوز الإفتاء به. واليوم يأتي من لا يفهم في صنعة الفقه فيأخذ هذه الأقوال الضعيفة ويجعلها دينا يتدين الناس به، ولذلك صار ما كان حراما بالأمس حلالا باليوم، لأنه تكلم في الفقه من ليس في أهله، وإذا تكلم في الدين من ليس من أهله جاء بمثل هذه الطامات والبواقع التي عمت الأمة. وإنما حصل النقص بقلة الغيرة على دين الله عز وجل من المتعلمين والمعلمين وعدم لزوم جادة من سبق في أخذ العلم. ولا تغركم الطبوليات والشهرة فإن الأيام صرام، والإسلام لا تغيره الأيام، وكم من وقت أزبد الناس فيه وأرعدوا لأمر ضجوا فيه، فما هي إلا سنوات حتى يكون زبدا يذهب ويبقى ما ينفع الناس. واعتبر هذا في أحوال قريبة
فكم من باقعة وفتنة ألمت في المسلمين، ثم جرفت ممن ينتسب إلى الدين والشريعة قوما كان لهم فيها شارة ورئاسة، فما هي إلا سنوات خداعات، وإذا بهم كأن لم يكونوا. وانظر إلى فترة القومية أو فترة الشيوعية ومن تكلم فيها ممن ألف الإسلام الاشتراكي، وأبو ذر إمام الاشتراكية وله فتاوى في الاشتراكية وغير ذلك، ثم إذا بهم زبد جفاء قد أزالهم الله عز وجل وبقي دين الله سبحانه وتعالى. فليس الخوف على الدين، ولكن الخوف عليك أنت أن تغلط في فهم دين الله سبحانه وتعالى. ومما يعصمك بإذن الله عز وجل أن تعرف طريق أخذ دينك، وأن تتمسك بجادة من سبق، وأن تلزم وصيتهم عليكم بالعتيق والاتباع، وإياكم وآراء الرجال، وإن زخرفوها لكم بالقول فإن الزخرف يزول والحق يبقى، ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وما قرره الأئمة العظماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين لا يمكن أن تزيله بنيات الطريق أبدا، فهو باق باق، شاء من شاء وأبى من أبى. وقد كان فيما مضى قوم يأنفون من زاد المستقنع ويسخرون به ويستهزئون بمن يقرأه ويقرئه ويحفظه، فما هي إلا سنوات وإذا ببعض هؤلاء القوم يرجعون إلى عقولهم ويرون أنه لا سبيل للتفقه إلا بمثل هذه الكتب التي ينعتونها بالصفراء أو بالتقليدية أو بالردكارية ومع ذلك أو الرجعية، وهي ستبقى لأن دين الله سبحانه وتعالى باق. قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، فما بقي عقب إبراهيم فإن كلمة التوحيد ودين الإسلام باق. وأنتم تحفظون أحاديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، والمقصود أن تحذر من كل هيئة يخرج إليها الناس وتمتد إليها أعناقهم، فلا تغتر بها. حتى ما أقول لك أنا لا تغتر به، انظر هل عليه من سبق أو لا، إذا كان عليه من سبق تمسك به، وإذا كان من فلتات كلام صالح ألقه وراء الجدار فإنه لا ينفعك، والسلامة أن تكون على طريقة من سبق، فهذا أسلم لك في دينك عند الله سبحانه وتعالى. فأن تلقى الله عز وجل وحجتك في دينك الأئمة العظماء من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري والدارمي ومن بعدهم كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن مفلح وابن رجب، خير من أن تلقى الله عز وجل حجتك فلان وفلان من أبناء العصر. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى مرضيه. بهذا ينتهي الإجابة عن الأسئلة الثلاثة، وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين.